السلام عليكم، انا الدكتور خالد عماره، هكلمكم عن اصابات الاربطه في الركبه. الركبه فيها اربع اربطه اساسيه، في رباط الداخلي، رباط خارجي، رباط صليبي امامي او متصالب امامي، ورباط متصالب خلفي او صليبي خلفي. بعد كده في بقى اربطه تانيه وعضلات تانيه حوالين الركبه بتحافظ على استقرار المفصل وميكانيكيه الحركه بتاعته. اصابات الاربطه دي ممكن تحصل نتيجه خبطه، نتيجه حادثه، نتيجه وقعه اثناء الرياضه، الحاجات زي كده. الحقيقه الاربطه ديت من الحاجات المهمه جدا، لان دي المحور اللي الركبه بتتحرك حواليه، فبالتالي لو اهملنا اصابتها في الشباب ده بيؤدي لخشونه مبكره في المفاصل. طيب الحالات اللي زي كده علاجها ايه؟ عادة لو رباط الداخلي ممكن تديله فرصة انه يلتئم من نفسه، لكن الرباط الخارجي او رباط الصليب الامامي او رباط الصليب الخلفي عادة بيحتاج لجراحة، خاصة لو كان يصاحبه قطع في الغضروف. الجراحات ديت ببساطة ان احنا يا اما بنصلح الرباط او ان احنا بنزرع مكان الرباط رباط جديد عشان الركبة ترجع مستقرة. واغلب الجراحات ديت مع التطور الحديث اغلبها بنعملها بالمنظار والمريض بيمشي من تاني يوم، بس مهم جدا ان يبقى عارف ان 60% بيعتمد على الجراحة، لكن 40% بيعتمد على التمارين والعلاج الطبيعي اللي بعد العملية. يعني لو عملت عملية رائعة وما عملتش التمارين كويس مش هتستفيد من الجراحة.